بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في نهاية هذا المؤتمر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فاحنا أنا أول كلمة عايز أشكرها، عايز أشكر كل إخواننا اللي قاموا على تنظيم هذا المؤتمر، على جمع هذه الجموع. إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم كل هذا الجمع. وعايز أشكر أساتذتنا ودعاتنا دكتور عمر ومحاضرتك القيمة على تاريخ الإسلام في هذا البلد، جزاك الله خيراً أخي وصديقي وحبيبي الشيخ حمزة يوسف، وصاحب الأفضال الكبيرة على المسلمين هنا وهناك، دكتور عبد الحكيم، والكلمة العظيمة اللي قالها لنا الآن يعني وتأثرنا بيها وتفاعلنا معاها كلنا، أخويا وحبيبي اللي بقى نص مصري بياكل فول وطعمية في مصر، صهيب أخونا زيد، دكتور زيد شاكر، وذلك الرجل المتواضع الجميل، والدكتورة يعني اللي أتحفتنا بهذه الكلمة دكتورة زينب، جزاك الله خيراً. وعايز أشكر ناس موجودة وحاضرة هنا، الدكتور أحمد صبح والمجهود اللي بذله، عايز أشكر ماهر والأغاني الجميلة والأناشيد الجميلة، وأستاذي الدكتور عبد الحليم عويس عايز أشكره، وصاحب أفضال علي أنا شخصياً. بعد هذا الشكر السريع، أنا لي عندكم بسرعة جداً أربع وصايا. الوصية الأولى في ختام هذا المؤتمر، ويا رب يجمعنا سنوات تالية وتالية وتالية، لكن تكون الوصايا اللي قالها الدكتور عبد الحكيم والأفكار اللي قالها أخونا صهيب والأربع أفكار اللي أنا عايز أقولها تكون اتنفذت. الوصية الأولى اللي أنا عايز أوصيكم بيها، أنتوا ممثلي الإسلام في أمريكا، أنتوا سفراء الإسلام في أمريكا، أرجوكم أحسنوا تمثيلنا، أرجوكم أنتوا مسؤولين عن الإسلام في البلد دي، أحسنوا تمثيلنا بحاجتين، بنجاحكم، لازم تنجحوا بنجاحكم، والحاجة التانية بحسن خلقكم. اوعى تخالف قواعد، اوعى تتهرب من ضرائب، انت نموذج، انت بتمثلنا، ارجوك لو مش قادر تمثلنا امشي، بس انت هنا ارجوك احسن تمثيل الاسلام في اخلاقك في معاملاتك، خليك إنسان مع جيرانك الأمريكان، وري العالم من حولك أجمل ما عندنا، أنت ممثل المسلمين، ممثل الإسلام في هذا البلد. دي الوصية الأولى. الوصية الثانية اللي أنا عايز أوصيكم بيها، لازم تجمع بين حاجتين، لازم تجمع أنا فخور إن أنا مسلم وأنا مواطن في هذا البلد. إحنا من 10 سنين كنا بنتكلم عن البوزيتيف انتجريشن، كناس أقلية لازم ما يبقوش منعزلين، لكن إن بوزيتيف انتجريشن إحنا عايزين ننتقل من بوزيتيف انتجريشن لمرتبة أعلى من كده. أنا مواطن وبحترم هذا البلد ومعتز وفخور إن أنا مسلم وأقدر أجمع بين الاتنين. دي الوصية التانية اللي أنا عايز أوصيكم بها. الوصية الثالثة اللي أنا عايز أوصيكم بيها، اوعى تمشي من الدنيا دي من غير ما تسيب أثر. يا شباب يا بنات، إحنا كام موجودين في القاعة الوقتي؟ 5000 7000. اوعى تغادر الحياة دي ومالكش أثر، اوعى تكون سحابة عدت حتى ما مطرتش، مضت ومشت، سيب أثر. في ناس أثرها على الرمل، شوية هوا يطيرهم، وفي ملايين من غير أثر، وفي ناس أثرها في الصخر. يا بنات يلي قاعدين، يا شباب يا ستات، لازم تسيب أثر في الدنيا دي، لازم تقدم حاجة. سورة ياسين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. أثرك إيه؟ سيب أثر في الدنيا دي، اوعى تمشي منها زي ما دخلتيها، امشي من كاليفورنيا وسيبيها أحلى مما دخلتيها. سيبوا أثر في الدنيا، سيبوا أثر علشان بعد ما تموتوا. وأنا هقول لكم فكرة، أنا عايز حضرتك تتخيل يوم جنازتك، معلش هتقولي أنت جاي تفاول علينا، يوم جنازتي أنا، ما تزعلش يا سيدي،
والجنازة ماشية. وتخيل الفكرة دي أقولها يعني صعب بس آخرها يضحك يعني. الجنازة ماشية وفي أربعة ماشيين وراك، دول أصحابك، أربعة من أصحابك بيتكلموا عليكي وانتي جوه سمعاهم بس مش قادرة تنزلي، متي بقى فمش قادرة تنزلي تتخنقي معاهم يعني، فبيتكلموا عليك وانت فوق وانت سمعهم. تخيل تخيل بيقولوا ايه؟ الله يرحمه ما عملش حاجة، زي ما جه زي ما مشي، ساب شوية فلوس لولاده وبيت هنا في كاليفورنيا وخد بعضه ومشي. أو تخيل إن أنت ماشي وفي مئات الأيتام ماشيين وراك بيبكوا، لينا مين بعدها؟ أو تخيل جارك الأمريكاني ماشي بيبكي، يا ده أنا حبيته قوي. أو تخيل ولادك، ده غرس فينا أخلاق كبير، ما ساب لناش رصيد في البنك لكن ساب لنا رصيد من القيم، سيبوا أثر. دي الوصية الثالثة. الوصية الرابعة والأخيرة، الروح اللي احنا حاسينها دلوقتي، أنا متأكد إن في ملائكة بتملأ هذا المكان الآن، ملائكة رحمة، ملائكة للروح الحلوة اللي احنا فيها. إيه الجمال دون هؤلاء العلماء اللي مجتمعين بروح حلوة مع بعض؟ وإيه الجموع دي من جنسيات زي ما الدكتور عبد الحكيم يعني، جنسيات مختلفة قاعدة في هذا المكان، إيه الروح الحلوة دي؟ الوصية الرابعة هي قريبة من الكلام اللي قاله الدكتور عبد الحكيم، حافظوا على أخوتكم يا جماعة، خليكم قريبين من بعض، لأن أنا عمال أقول لك خش في المجتمع، اندمج في المجتمع، بس أنا مش موافق إنك تدوب، ما تفقدش هويتك، فاندمج في المجتمع، والأخوة دي اللي بينكم هي اللي هتحافظ إنك تفضل محافظ على الأيدنتيتي بتاعتك ليك ولولادك. الأخوة، مين عارف يا إخوانا؟ مش يمكن الجمع ده يتقابل يوم القيامة على باب الجنة؟ ومش يمكن يتقال فين الناس اللي اجتمعوا في مؤتمر كاليفورنيا؟ تخيل وينادى في السماء يوم القيامة وإحنا واقفين على باب الجنة، فين اللي اجتمعوا بقلوب نقية مفيش فيها تمييز ولا ضغائن، مفيش فيها ده جنسه إيه ولا اتجاهه إيه، إنما فيها حب. ده إحنا اجتمعنا في مؤتمر كاليفورنيا وكان بيننا سكينة وملائكة بتحف بينا، فإحنا مش هنضيع الأخوة دي. وتخيلوا وأنت تسمع يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينادي، أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلكم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تخيلوا الناس بتوع المؤتمر دول، إحنا حبينا بعض في المؤتمر دون في الجمع ده، تخيل وإحنا بنتجمع مش في ظل شجرة، في ظل عرش الرحمن. ما تفسديش علاقتكم ببعض، حافظوا على أخوتكم وخليكم وحدة واحدة، واختلفوا، لازم حنختلف بس اختلفوا برحمة، اختلفوا باحترام، اختلفوا بحب. دول أربع وصايا. الوصية الأولانية كانت أنت بتمثل الإسلام هنا، أرجوك مثلنا كويس. الوصية الثانية كانت، حد فاكر؟ سيب أثر في الدنيا دي، اوعى تمشي ما تسئل لما تكون سايب أثر في الدنيا دي. الوصية الثالثة، أنت تستطيع أنك تكون فخور بإسلامك ومواطن تعيش في هذا البلد وتحترم قوانين هذا البلد. الوصية الرابعة والأخيرة، الأخوة، الحب بينكم، يا رب ينفع بيكم ويبارك في أولادكم ويرضى عنكم، يسعدكم، يفتح عليكم فتح كبير. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.